ان ريسيرش تمام. اسكس. اولا مساء الخير عليكم جميعا. هو النهارده انا عارفه انتوا بيبقى عندكم محاضره بعد كده، ولا دي اخر حاجه؟ المحاضره دي اللي دي هي من آخر حاجة سبعة يا دكتور. لتسعة. المفروض في محاضرة، المفروض في حاجة بعد حضرتك، بس هو الأسبوع الجاي إن شاء الله مش طب النهاردة. خلاص، يعني احنا ممكن نقعد نص ساعه كمان زياده. طيب النهارده بس. اوكي. انا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ما ينفعش ابدا ابدا كده على طول في الاثكس من غير ما نعرف مع بعض شويه مصطلحات هنستخدمها، بالاضافه الى هديكم محاضره على الريسيرش كامله، ودي غالبا اللي هبدا بيها المره اللي فاتت. المره الجايه باذن الله هدي محاضره كامله على الريسيرش، بس خليني اقول لكم المصطلحات دي هتمر علينا كتير. اول مصطلح اسمه accountability. كلمة accountability معناها taking responsibility of something. فأنا كريسيرشر لما بعمل بحث it's my responsibility، يبقى هنا أنا اللي باخد كل المسؤولية دي معايا. it's your responsibility as a researcher responsible for your research and the participant in research. يبقى taking personal responsibility. في عندي كمان ترم اسمه accreditation، اللي شغال منكم في الeducation او شغال في الكواليتي او بيسمع كتير قوي ترم accreditation. حد فيكم سمعه قبل كده ترم accreditation؟ أنا أول مرة أسمع دكتور بصراحة. او مرة تسمع accreditation؟ طيب الأكريديشن دكتور اللي هو ليه علاقة بأن الشخص ده ثقة أكتر، أو الشخص ده تراست وورثي يعني. لا، هي مش تراست ورثنس الحقيقه. الاكريديتيشن ما اعرفش مين بتجري الشاشه ليه يا ياسمين، بعد اذنكم محدش يجري الشاشه، خلينا مع بعض من البدايه، يعني من اول الـ طيب هي ليه علاقة هو بالإعلانات باشمهندس يا مفتاح دكتور؟ هو اللي مسؤول. بعد اذنك ما نجريش الشاشه عشان عايزاكم تتابعوا معايا، يعني هي الفايل من اوله. ليه علاقة يا دكتور بالاعتماد؟ يعني إن الجهة مثلا تبقى ايوه معتمدة، أو يعني فعلا هي ليها علاقه بالاعتماد. كده مظبوط بمعنى يا دكتور ولا أنزل تاني؟ ايوه كده صح، احنا صح. Process in which an accreditation body determine whether an institution or organization meets standard criteria ولا لا. احنا عندنا المستشفيات دلوقتي كتير قوي نقول المستشفى دي واخده حاجه اسمها الجي سي اي او جوينت اكريديتيشن كوميتي، مدياهم اكريديتيشن يعني بقوا معتمدين. فكلمه اكريديتيشن معناها الاعتماد. الاعتماد ده بيبقى من خلال انستيتيوشن، ممكن اعتمد كليه، اعتمد معهد، اعتمد مستشفى، اعتمد شركه، زي ما اقول شركه مش عارفه مين واخده الايزو معايا يا شباب، واخده الاعتماد من الهيئه القوميه للاعتماد في التعليم. فاكريديتيشن معناها process in which an accrediting body determine whether an institution او organization عنده certain criteria او معايير او standard معينه تبقى fit ان هم يبقى مكان معتمد ولا لا. تمام. كل مكان المكان ده واخد accreditation او accredited، يبقى في الحاله دي الرانك بتاعه بيبقى اعلى معايا، معاك يبقى هنا الرانك بتاعه اعلى. لو في معانا حد بيطري او علوم بيشتغلوا على الانيمالز في الابحاث بتاعتهم، في حاجه اسمها انيمال كير كوميتي، لجان اخلاقيات البحث العلمي في الانيمالز. زي ما عندنا حاجه اسمها هيومن رايتس، عندنا حاجه اسمها انيمال رايتس. شايفين الترم قدامكم؟ تمام يا دكتور. ليجال رايتس. Proponent of animal rights tend to regard animal experimentation as unethical because animal cannot consent to research. يعني ايه الكلام التقيل اللي الدكتور عبير بتقوله ده؟ عندنا الانيمالز يمكن اللي حضروا معايا المره اللي فاتت لهم حقوق زي الانسان بالظبط، لما بنيجي نعمل عليهم التجارب، حيوانات التجارب. لو انا عندي حيوان بعمل عليه تجارب زي الفار زي الارنب زي وات ايفر، مش معنى ان انا خلصت التجربه بتاعتي ان انا اسمه او اني اكهربه او لا، اعمل له موت رحيم. فدي معناها animals right ماشي، لكن ما اعملش اي حاجه unethical ما دام مش عشان هو حيوان يبقى انا اعمل حاجه unethical، ده غير مقبول. يعني زي ما قلت المره فاتت احنا معانا varieties منكم، ناس في الهندسه وناس علوم وكل حاجه. الشاشه اوكي، احرك الشاشه شويه بعد، مش عارفه ليه مش عايزه اتحرك عندي.
طيب اوكي برضو animal welfare the health اوكي the health and well-being of animals صحة الحيوان دي برضو حاجات مني اللي بنسمعها في الأبحاث المبنية على الحيوان. في بقى عندي حاجة اسمها audit اللي شغال فيكو في الجودة أو شغال في شركات في البيزنس في أي حاجة. في عندي مصطلح audit formal review of research record أو policies أو activities المراجع بنسميه audit الناس اللي جاية أو المراقب اللي جايين من هيئة الضمان الجودة أو الاعتماد بنسميهم ايه audits دول بيبقوا بشكل very official هم اللي بيجوا يراجعوا على ملفات الشركة أو على ملفات البنك أوكي أو على ملفات الكلية أو المؤسسة عموما بيبصوا على الأنشطة بتاعتها بيراجعوا على السي فيز بتاعت الناس اللي شغالين فيها هل هي مناسبة ولا لا الإمكانيات بتاعتها الموارد البشرية والموارد المادية يعني يجي واحد يقول لك أنا هفتح معهد طيب based on what لازم يجي ناس يتكون جهة أو يتكون كوميتي الكوميتي دي بقى هم الاوديتس يجوا يبصوا على كل حاجه امكانيات بشريه امكانيات ماديه في فاسيلتيز في معامل في معامل كمبيوتر في ناس موظفين في مكاتب كل حاجه فده بقول عليهم الاوديت او الريفيور في البحث العلمي اللي بيعمل بحث بنسميه اوثر اوثر از ا بيرسون هو ميكس سيجنيفيكانت كونتريبيوشن تو كرييتيف ورك هو الشخص المسؤول او هو اللي بيعمل الكرييتيف ورك هو المسؤول عن البيس اوف ريسيرش ماني جورنال جايد لاين ديفاين ان اوثر اس سم ون هو ميك سيجنيفيكانت كونتريبيوشن تو ريسيرش اند ديزاين يبقى الاوثر هو المسؤول عن البحث هو اللي بيعمل الديزاين بتاع البحث هو ميك داتا اكوزيشن هو اللي بيجمع الداتا هو اللي بيحط الريسيرش بروبلم هو اللي بيعمل الاناليسز هو اللي بيعمل انتربريتيشن او بيفسر النتائج دي طلعت بيزد اون وات يبقى اذا المؤلف اللي بيالف البحث او المسؤول عن اعداد البحث اسمه ايه اسمه اوثر اوثرشيب او جوست فيلينج تو ليست سمون از ان اوثر في ناس تيجي تقول لك ايه احنا مجموعه من الباحثين ويجي مجموعه الباحثين دي ما يحطوش او ينسوا سواء كان عمدا أو ينسوا يحط اسم واحد من اللي اشترك معاهم في البحث. ده بنعتبره un ethics نقول عليه authorship ghost failing to list someone as an author ما بحطوش في أسامي الناس اللي عملوا البحث. لأنه أنا بعتبره ملوش contribution بس هو عمل معايا يبقى حقه عليا إن أنا لازم أحطه. authorship honorary receiving authorship credit when one has not a significant contribution to the work. دي بقى حاجة تانية. إن شاء الله لما تعملوا أبحاث أو لما تعملوا الرسائل مش عارفة مين فيكم في حد فيكم عمل رسائل ماستر أو عمل أبحاث قبل كده؟ شباب سامعيني؟ أسمع حاجة دكتور. حد فيكم عمل أي نوع من البحث قبل كده؟ لا دكتور. أظن لا يا دكتور. لا هو انا كنت عملت بيبر قبل كده بيبر جميل قوي طيب مين اللي بيتكلم معايا مصطفى احمد ايوه تمام يا مصطفى البيبر دي كانت لوحدك ولا كان معاك فيها حد هو انا كان معايا الهيد بتاعي في الشغل كان هيد الاي اي وكان في بعض الناس كانوا بيساعدوني بس حاجات بسيطه بالظبط اوكي بعض الناس بيساعدوك لكن هم مش مين بارت اوف ذس ريسيرش صح في فرق ممكن قوي انا عندي داتا كولكتور بعمل لهم اكنولجمنت بعمل لهم شكر لكن ما احطش اساميهم في اسامي الناس اللي هتتنشر على البيبر اعمل لهم اكنولجمنت بس لكن بقى في بقى البحث العلمي ما فيهوش مجامله يجي مثلا دكتور معاك ولا باحث معاك في المعمل يقول لك ايه انا ممكن انا ادفع التكلفه بس تحط اسمي تفتكروا ده ethical ولا unethical unethical لانه ما عملش حاجه يبقى انت هنا you give him an honorary authorship من غير ما يكون عمل معاك اي contribution مفيش مجاملة انا شخصيا حصلت معايا انا معروفة ان انا عندي H index بعمل ابحاث حلوة قوي فواحدة من مكان ما جامعة ما قالت لي دكتورة عبير ممكن تضيفيني على اي بحث عندك عشان عايزة ترقى وانا عليا ادفع الدولارات
احنا بقى ده اللي بنقول عليه ايه، العلم ما بيتباع دولارات ولا بتاع. فيعني كان فاضل عليا اقول لها جو تو هيل انت والدولارات بتاعتك، لانه ده مجهودي وتعبي، مش هتشتري مني بالدولارات ولا بتاع. واخدين بالكم؟ فدي هي اسمها authorship honorary، يعني receiving an authorship credit without doing any contribution to the research. autonomy واحدة من الحاجات اللي هنستخدمها كتير قوي. كلمة autonomy. طب دكتورة السلام عليكم. يس تفضل. احمد. فندم حضرتك يعني مدى عرفني بنفسك لو سمحت. انا مهندس احمد امام، انا مهندس كهرباء دفعة 99. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك دلوقتي مدى المشاركه بتاعه البحث بتاع، يعني المشاركه اللي ممكن يشاركها حد عشان اضيف اسمه في البحث عندي. لا، مدى المشاركه دي بقى احنا هنعرف ان في حاجه اسمها ريسيرش بروسيس، فيها خطوات كتير بتبدا من اول المشكله اللي هحددها او الحاجه اللي هشتغل عليها الى ان انا احط منهجيه، وهنعرف يعني ايه المحاضره الجايه، وان انا اجمع داتا واعمل اناليسز، والاناليسز ده لو انا مش حد بتاع احصاء يبقى هدفع له فلوس، وبعد كده هكتب الريبورت، وبعد كده هدور على جورنال انشر فيه. دي بروسيس. لو احنا اتنين او ثلاثة في البحث بنبقى مقسمين نفسنا كل واحد فيهم هناخد انهي جزئيه. اوكي، هو ده. This is an actual contribution of the authors together. بنقسم، انا هشتغل على الريفيو وعلى المراجع وهكتب المنهجيه، حضرتك هتعمل data collection هتجمع الداتا، حضرتك هتعمل analysis وتعمل التفسير بتاع البيانات، وانت هتبقى مسؤول عن انت على مجلة محترمة تنشر فيها. هو ده contribution. You got my point يا باشمهندس احمد؟ يا فندم وصلت تمام. اوكي. autonomy معناها capacity of self-governance. Capability to make reasonable decision. دي احنا بقى بنستعملها كتير قوي. الطالب بتاعك لما انت تديله مساحة يجي يعمل presentation صغير وتديله مساحة يديسايد نوع الحاجة اللي هو عايز يشتغل فيها. بعض الناس مشرفين على رسائل هو اللي يحدد الجزئية البحثية للطالب. لا، هنا انت بديتوش اي نوع من الاوتونومي، because you are the one who decide، مش الكانديديت بتاعك اللي decided هو interested يشتغل في ايه. ممكن ابقى انا عايز اشتغل في حتة معينة، يعني انا تخصصي نساء وولادة مثلا وبحب الريسيرش، بس اني نوع من الريسيرش، كواليتاتيف ولا كوانتيتاتيف؟ عايز اشتغل على جزئية معينة، الستات اللي بيفقدوا الجنين مثلا. انا بديكوا اكزامبل. المشرف بقى بتاعي لا، هو عايز حاجة معينة، عايزك تشتغلي على الضغط العالي اثناء الحمل والولادة. انا مش عايز اشتغل في ده، عايز اشتغل في حاجة معينة. لو انا اداني المساحة دي وبقيت اوتونومس وعندي سيلف جوفرنرز وعندي قدرة على الديسيجن ميكينج وتساب لي المساحة دي، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها autonomy. دي احنا بقى بنستعملها في البحث في ايه؟ ان انا لما يبقى معايا مجموعة من المبحوثين اللي هما بنقول عليهم participant او السامبل بتاعتنا، بقول له you have the right ان انت تكمل معايا او ما تكملش. لو ما عجبتش الاسئلة دي it's up to you، مش مهم تشارك، وعندك المساحة دي. في الطب بنستعملها في ايه؟ وإن كان ده بيبقى قليل قوي، إن المفروض الدكتور دايما إحنا نقول كده، الطبيب يدي للعيان مساحة في إن هو يديسايد المانجمنت بلان بتاعته. يعني يقول والله في علاج وفي جراحة، أنت تفضل إيه دلوقتي؟ بس الكلام ده لو حالته تسمح، يعني أنا بدي العيان المساحة دي في الديسيجن لو حالته تسمح، ما هياش very severe. لكن لو أنا في possibility أدي medical treatment الأول وبعدين الجراحة، يبقى اقول له هجرب ده او ده. لكن انت لو عايز تبدا بالجراحه الاثنين افيلبل والاثنين ينفعوا معاك، فبدي العيان اوتونومي تو ديسايد. يو جات ماي بوينت؟ دي اسمها اوتونومي. او لو واحد معايا في بحث بديله اوتونومي، او ان هو يبقى عنده المساحه او السيلف جوفرنرز ان هو يكمل معايا ولا لا. هي جايه من نفس الاوتونوموس اللي هي العربيات السيارات ذاتيه القياده، هي نفس المسمى يعني. دي بقى عندك في الهندسه سيارات ذاتيه القياده. يس. دي تنفع في الهندسه السيارات والميكانيكا، مش كده؟ في الشغل بتاع الديب ليرنينج كمان. واي شغل؟ الشغل الديب ليرنينج. ديب ليرنينج يعني ايه ديب ليرنينج؟ مش عارفه.
الديب ليرنينج يا دكتور اللي هو الذكاء يعني ال قصدك الارتفيشال انتليجنت. الارتفيشال انتليجنت قصدك الذكاء الاصطناعي بالظبط. ده بنسميه ارتفيشال انتليجنت احد التولز بتاعت الارتفيشال ارتفيشال انتليجنت ذكاء اصطناعي. اوكي في بعد كده عندنا بعد الاوتونومي انتوا ليه متحكمين في الشاشه؟ انا بعد كده هبقى انا الهوست بقى. حضرتك هوست يا دكتوره بس هو الشير من عندنا حضرتك هوست. طيب الاوتونومي نحرك الشاشه بعد الاوتونومي. مشكله ان انا الفايل ما اتفتحش اللي كده بعد كده, طب بعد كده حضرتك بعد ممكن تطلب الكنترول يعني في حاجه اسمها اسك فور كنترول حاجه زي كده. والمشكله انا اوكي طيب الصفحة اللي بعدها يا باشمهندس. حاضر كده اوكي. بعد اذن الشباب يا دكتورة يعني في ناس فتح الميكروفون وهي وعندها حد بيزن. لا لو سمحتوا كلكم تعملوا ميوت بحيث يبقى صوتي انا بس اللي طالع وحد بيسمع الشاشة وحاجات. اللي عايز حاجة بس يعمل ريز هاند بعد اذنكم عشان انا اشوف يعني لو في سؤال ممكن نتكتب او ريز هاند. ويا ريت ما حدش يرسم على الشاشه بس عشان بتسجل. انا شايفه رسم فعلا. لا بلاش ان شاء الله لما نفعل البلاك بورد مش هيبقى كده خالص. بيلمونت ريبورت ده واحد من الحاجات اللي اتعملت من الكود اوف ايثكس اللي اتعملت عشان بروتكشن اوف هيومن رايت لحمايه حقوق الانسان او حمايه المبحوثين في كل الابحاث. ده اتعمل سنة 1979 تمام. Mainly it's about human subject research ethics. Human subject لحماية حقوق المبحوثين اللي احنا بنعمل عليهم ابحاث بس مين human. Regulation, common rule, respect of person, beneficence and justice. في مجموعة من الحاجات وهي regulation تنظيم العمل. Just العدالة. Beneficence avoid any harm respect of person. في كم ترم هنستعملهم كتير قوي زي beneficence. It's an ethical obligation to do good and avoid causing harm. لما أكون بعمل بحث على بني آدمين ما حاولش أعمل أي حاجة في البحث أو minimize as possible أي harm على الناس دول وأعمل كل ما هو جيد لكن avoid any harm. في طبعا عندي benefit desirable outcome or state of affairs as medical treatment. بعض الأبحاث لما باجي أعملها لازم يبقى فيها منافع تعود على الناس. يعني لو أنا عملت بحث في علاج جديد هيعيد بالنفع على الناس دول ولا لا على العيانين؟ هيعود. يبقى ده فيه benefit تمام؟ desirable outcome معايا؟ ايوه. bias دي بقى للاسف دي ممكن تبقى من دكتور ممكن تبقى من مهندس ممكن تبقى من teacher. كلمه bias يعني انه الواحد ما يبقاش fair. tendency for research result to reflect scientific or response subjective opinion. الواحد ما يبقاش موضوعي يبقى للأسف متحيز لحاجة معينة لشخص معين لفكرة معينة. هو عايز بيعمل البحث وهو في فكرة معينة اللي في دماغه هو عايز النتائج بتاعته كلها تصب في الجزئية دي أو ما يبقاش في أي نوع من الأوبجكتيف. دكتور حضرتك اعملي اميوت بعد اذنك هيطلع لك حاجه تقول لك اميوت. تمام كده يا دكتور سامعيني؟ في حاجات كتير قوي بقى في الهندسه الوراثيه بيسموها البايو بانك ستورينج بايولوجيكال سامبل اور داتا تو بي يوزد ان ريسيرش. يعني ايه بقى البايو بانك ده؟ زي كده بنك للخلايا الجذعيه. ياخدوا الخلايا الجذعيه بتاعت شخص معين وبتتحفز في معامل على اعلى مستوى من التعقيم
والأكسجينيشن وبيبقى ليها يعني كده بيئة معينة تتحفظ فيها، فدي بنسميها بايو بانك. طبعا ده مش المفروض يتعمل كده، ان انا اخد حاجة حد واحطها لحد تاني وداوت بيرميشن او دي بتبقى حاجات very expensive، يعني عشان انا احفظ خلايا جذعية ليا، ولا احفظ مثلا زي الناس اللي بيبقوا بيعملوا حاجة عندنا في الطب بنسميها IVF او التلقيح الصناعي، ممكن او الست تحتفظ بالأوفز بتاعتها بالبيضات بتاعتها من خلال البايو بانك ده، بحيث ان هي اذا كبرت تبقى هي محتفظة بيها. نفس الحكاية عندنا في حاجة اسمها سيمنتك بانك للسيمن، نفس الحكاية الحيوانات المنوية تتحفظ من خلال البايو بانك او الخلايا الجذعية او البويضات بتاعت الست. تمام؟ في ناس بياخدوا الأنسجة بتاعت العين وبتتعمل من خلال البايو بانك. الحاجات دي كلها لازم تبقى under certain condition. تمام؟ لكن ما ينفعش ان انا اشير it with anybody. اوكي؟ في بقى ده بنقول عليه bioethics, study of ethical, social, legal issues arising in biomedicine. دراسة كل الأخلاقيات والقواعد الاجتماعية والقانونية والأخلاقية اللي بتمس لمين؟ بالجزء بتاع البايو بانك ده. طيب يعني عندنا كمان حاجة اسمها تيرم تاني اسمه clinical investigator، ده الشخص اللي بيعمل أبحاث معمولة على clinical trial، يعني تجارب إكلينيكية، بنسمعه كتير قوي قوي دلوقتي، مثلا زي الناس اللي شغالين على production of vaccine for COVID-19، دول كل شغلهم على حاجة اسمها clinical trial أو experiment عشان to test safety and efficacy of a type of therapy. ناس بيجربوا علاج جديد، هيطلع علاج جديد، فده بيبقى من خلال حاجة اسمها clinical trial. تمام؟ مش لازم نتكلم في الميديكال قوي، يعني clinical trial دي ليها كذا نوع مش لازم، لكن في عندي حاجة اسمها coercion using force threats or intimidation to make person comply with demand. يعني واحد بالعافية هقول له أنا هاخدك من ضمن عينة البحث بتاعي بالعافية أو بالإجبار أخوفه، لو أنا عندي طالب وأنا تيتشر لو ما اشتركتش في الدراسة دي أنا هسقطك في أعمال السنة، هو ده بقى coercion. وطبعا this is typical، يعني very very unethical. عامل عندي وانا مهندس وبعمل حاجة وعايز فيها العمال، لو ما كنتوش معايا في الدراسة دي انا هخلي المقاول مثلا يمشيكم من الموقع ولا بتاع، مش ده ممكن يحصل يا باشمهندسين؟ حد يرد عليا؟ تمام يا دكتور. تمام. عاملين ميوت اون معلش. اوكي تمام. collaboration agreement an agreement between two or more collaborating research group concerning conduct of research. هنا بقى الناس اللي بيبقوا شغالين في مشروعات بحثية، ممكن تبقى جهة وجهة تانية، يعني عندي طرفين، ده بيمثل جهة وده بيمثل جهة، التعاون ما بين الجهتين ده بنسميه collaboration agreement، ولازم يبقى من خلال اتفاقية معلنة وموثقة. هديكم مثل، احنا النهاردة كان عندنا في جامعة القاهرة الاتفاقية ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة عشان يعملوا مساعدات واسمها ايه قروض اجتماعية للطلاب غير القادرين. تمام؟ For example, so the collaboration agreement between Cairo University تمام ووزيرة التضامن او وزارة التضامن الاتنين مع بعض، ده بنقول عليه collaboration agreement، لازم يبقى اتفاق معلن وموثق وسايند موقع عليه من جهتين البحثيتين. اوكي؟ يعني مثلا مركز البحوث اللي في الدقي هيعمل بحث مع المعامل بتاع كلية الزراعة او هيعمل مع معمل معين في كلية العلوم، الاتنين دول مع بعض collaboration agreement، ولازم يبقى من خلال memorandum of understanding او اتفاقية. معايا؟ الحاجات دي الترمز دي هنستعملها كتير، ف ما نجيش نقف عندها، فيبقى حلو قوي ان احنا نبقى فاهمينها. commercialization process of developing and marketing commercial product، تسويق بتاع منتجات معينه، ادويه، medical devices اجهزه طبيه، ده برضو
بيبقى ليه قواعد وليه ethics. بجيش أنا مفروض عشان بعمل بحث معين على منتج أخبي كل العيوب اللي فيه ومش حاطط إلا الحاجات اللي هي advantage وكل العيوب ما بظهرهاش. Is it ethical? Of course not. دي حاجة اسمها community review، مهمة قوي في أي بحث، خصوصا لو هو كان على البني آدمين أو على الناس بصفة عامة أو في تجارب. يبقى في community review، يعني أخلي الكوميونيتي involved، community in the review of research conduct on members of the community. لازم يبقى عندي ناس من الكوميونيتي من ضمن عينة البحث، أخد رأيهم حتى في الاستبيان اللي هقدمه. أنتوا شايفين أن الاستبيان ده فعلا reflecting the study or not، بيعكس الدراسة اللي أنا عايزة أعمل، هيبقى اللغة بتاعته مفهومة للناس العاديين ولا لا، هينفع الناس ولا لا، في أي نوع في intimidation للناس لما سأله لهم ولا لا. يا ده بنقول عليه community review. في عندي ترم اسمه conduct، it's an action or behavior. conduct conducting research يعني هعمل بحث، it's an action related to research. هعمل experiment، هجمع data، analyze the data، كل دي اسمها conduct action or behavior. confidentiality دي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي هنتعرض لها، بالذات ان حضراتكم انتوا بتاخدوا ماستر في حاجة اسمها data science. keeping data، keeping the record in a safe place، keeping the information of the participant، the information of drugs، the information of experiment، كل ما يخص شغلي confidential. this is very important principle of ethics. يعني ايه confidentiality؟ يعني سرية المعلومات. الداتا اللي انا باخدها، لو انا باخد على ناس عينين، بجيش ارمي الملفات بتاعتهم، البيانات اللي انا خدتها والمعلومات على المكتب من غير ما احطها in a safe place، وكل خلق الله تعرف ان المعلومات على الناس اللي انا اشتغلت عليهم دي. لما يبقى في بعض الداتا is very very important very serious، يعني ناس بيعملوا على تجارب الفاكسين، انتوا فاكرين ان الدنيا open كده؟ لا، دي بتبقى زيها زي الأسرار الحربية بالظبط. very very private very very confidential. يبقى لازم نحافظ على سرية المعلومات. حاجة كتير قوي هتسمعوها كمان واللي هينشر فيكم في مجلات international أو اللي سبق ونشر paper قبل كده، حاجة اسمها conflict of interest، COI. COI is a situation in which a person has, it could be financial person, political, or other interest which is likely to bias his or her judgment on decision making. هسهلها عليكم قوي. لما انا اكون بنشر بحث، يقول لي كده، بيكتب لي، بيبعت لي حاجه اسمها كوبي رايت، ويقول لي you have to fulfill this statement conflict. Do you have any conflict of interest؟ لو انا عامله في مكان drugs معينه، هل في اي conflict of interest مع شركة معينة، مع شركة منتجة، مع اشخاص موجودين في المكان، مع whoever؟ يبقى ده بنسميه conflict of interest. to avoid any bias، عشان امنع الايه البايز، لازم يبقى فيه حيادية، لكن ما يبقاش فيه انحياز لاي شيء. معايا؟ بعد كده ده ممكن يبقى على مستوى institution، على مستوى مؤسسة، معهد، شركة، كلية، whatever. يبقى confidentiality تعرفنا يعني ايه سرية المعلومات. conflict of interest ان ما يبقاش بيني وما بين اي حد من اللي انا بعمل معاهم البحث او بتفاعل معاهم، او الشركة اللي انا هطلع دواء هيتباع، يبقى عندي بيني وبينهم اي نوع من الconflict او الخلاف. Page 3. Okay. Okay, please. Should wait a minute. Wait. لسه ما خلصتش. أنا باخد الحاجات اللي هي يعني
في عندي حاجة اسمها copyright. Copyright, any right is granted by government, by authorized person, authorized company. حق الملكية. لما أنا أكون عاملة بحث دايما المجلة اللي أنا هنشر فيها تقول لي you have to write copyright, إحنا نشرنا لك, ولكن we have a copyright to distribute to pay, إن إحنا ناخد الفيز بتاعت النشر, أنت هتدفعينا, لكن حق التوزيع بتاع الأعداد ده it's our copyright. تمام؟ فعشان كده واحد بيجي يألف مؤلف موسيقي بيعمل لحن, ده it's a copyright. الحق بتاع الشيء ده هو صاحبه, حقوق الملكية الفكرية, فكرة معينة inventory, واحد عنده عامل اختراع ياخد براءة اختراع it's a copyright. تمام؟ ده مهم جدا جدا. لكن ما جيش أنسب حاجة لنفسي ودي لنفسي حقوق ملكية فكرية في حاجة أنا ما عملتهاش. دي حاجة اسمها correction, fixing minor problem with a published paper. ساعات ممكن قوي احنا كنوع كلنا باحثين عندي 2 أو 3 على بيبر معينة, وجيت الاثنين منهم نشروا البحث من غير ما الثالث يشوف الفاينل فيرجن بتاعته, وجي بعد ما البيبر اتنشرت قال لهم والله انا مش موافق على الحتة دي, هنعمل ايه؟ نراسل المجلة. في هذه الحالة بعد ما بتتأكد من الثلاثة الباحثين وبتبعت لهم وتتأكد فعلا هم موافقين على تصحيح الخطأ, بتعمل حاجة اسمها freezing أو retraction عن اللي موجود, وبتعمل modification وتقول إن هو modified on date whatever. بس ده ما بيتعملش كده بالسهولة اللي أنتم متخيلينها. It takes time, وبيستفسروا وبيسألوا وبيبعتوا يعني كذا نوع من اسمها ايه, ان هم they are seeking truth من كل الناس اللي على البحث او اللي على البيبر. اوكي, page 4. data, دي ان شاء الله عندنا محاضرة كاملة على الديتا. Data recorded information used to test scientific hypotheses or theories. البيانات اللي أنا بحصل عليها ممكن تبقى laboratory notebook, تبقى بيانات خلال المعمل, field notes, مدونات بكتبها, interview, المعلومات اللي باخدها من مقابلة شخصية, spreadsheet, excel اللي انتوا واخدين عليه, digital imaging, الناس الدكاترة بتوع الباثولوجي والهيستولوجي, الديتا بالنسبة لهم هي عبارة عن صور عينات واخدينها تحت الميكروسكوب وبيفحصوها, this is data, x-ray photographs, افلام اشعة, audio, video recording, كل دي صور متعددة من انواع الديتا. اوكي, اما انها تبقى primary يبقى انا اول واحد حاصل عليها, او secondary انا جايباها من ممكن اشوف ايمج معين واخداه من كتاب او من على النت or whatever, it's a secondary data. Data and safety monitoring board, في حاجة اسمها data and safety monitoring board, committee that monitor data from human subject research. Committee, لجنة مسؤولة على ان هي تعمل ايه, protect the participant, يعني بالذات في الشركات بتاعة الأدوية لما بيجي يعملوا تجربة على دواء جديد, في ناس جوه الشركة it's a committee مسؤولة على المراقبة, تشوف الناس دول بيحطوا معايير صح, الستاندرز اللي ماشيين عليه عشان يطلعوا الدواء ده صح, في أي حاجة ممكن تعمل harm للparticipant ولا لا. فدول هم اسمهم DSMB, Data and Safety Monitoring Board. Data amputation ده بقى من ضمن الحاجات الميسكوندكت, وهناخد محاضرة كاملة على الساينتيفيك ميسكوندكت. يعني المحاضرة دي عجباني قوي, أو أنا تعمدت أشرح لكم الجلوسري لأن أنا هعتبر دي هي البطانة بتاعتي في الكورس, يعني ده هو الأوفر فيو على كل حاجة هنمر بيها, حيث لما نيجي ناخدها تعملوا ريتريفيال أوف انفورميشن وتفتكروا ده ويبقى عندكم تفهموا كلامي. Data amputation use of statistical method to fill in or replace missing
or lost data. Data. حضرتك كنت مجمع بيانات وجيت حضرتك لقيت ان في حاجات كتيرة قوي في النتائج بتاعتك مش ظاهرة او مش بينها وبين بعض علاقة. No significant relationship. تروح حضرتك تعمل ايه؟ تطبخ في الديتا، بنسميها ديتا كوكينج، كأن انا بطبخ طبخة معينة، يعني تحط حاجات هي اصلا انت ما كنتش مجمعها، ممكن تغير في الجداول في الارقام، ودي طبعا حاجات كلها unethical. It's a fabrication، فبركة او falsification، بتحط ديتا خاطئة. It's done honestly. So data is not considered to be fabrication if it is done honestly. لو أنا كنت أمين في البيانات وفي النتائج اللي أنا بعرضها، ده مش هيبقى fabrication. Data management practices and policies related to recording, storing, auditing, archiving, analysis, interpreting, sharing, publishing data. Data management، تعاملك مع البيانات ازاي، بتعمل لها sorting ازاي، بيبقى في عليها نوع من الconfidentiality، بتعمل لها archiving، بتحلل ازاي، بتفسرها ازاي، بتعمل reporting وتقول في مؤتمر طلعت ازاي، ايه اهم النتائج، publication of data. دي كلها على بعض بنسميها data management. Data outlier, data point that's more than two standard deviation from the mean or removal of the outlier without articulating the legitimate reason may constitute data falsification. هنا بقى عندي طلع الستاندرد ديفيشن في عالي جدا او كبير جدا، وده هيأثر لي على المصداقية والكريديبيليتي بتاعت الريزلت، فاغير فيه، اغير في الارقام، اغير في الجداول، عشان كده بنقول عليها data outlier. DUA, Data Use Agreement, an agreement between institution for sharing and use research data. اتفاق ما بين الأماكن وبعضيها والمؤسسات إنه الداتا دي هيستفيدوا منها، وطبعا ده قد يكون من خلال اتفاقية زي ما أنا قلت Collaboration Agreement. في بقى كمان حاجة اسمها Dissipation، وده لما أكون بعمل أبحاث على برضو الهيومن. Using method to deceive subject about goals and nature of study or the method test investigation. Dissipation معناها ان انت حضرتك بتعمل خلل او يعني اللفظ باللغة الدرجة بتخم برضو، يعني ما عندكش امانة في جمع البيانات وبتشز عن الهدف الرئيسي من البحث اللي انت عامله، بتبعد عنه تماما، فده بنسميه dissipation in human subject research. Using method to deceive subject. انت الهدف بتاعك من البحث حاجة معينة، بتبعد عنه خالص خالص وتلاقي نفسك تشتغل في حتة تانية خالص. And this is totally wrong. Okay. What's after? All right. Hold on. Okay. معايا يا شباب؟ معايا؟ تمام كده يا دكتور؟ تمام كده. اوكي. إذن هنا دي أهم الحاجات اللي إحنا تقريبا يعني هنشتغلها كتير. أنا مش هقول كل اللي في الفايل ده النهاردة، لكن تقريبا أهم الحاجات اللي هي beneficence, confidentiality, data management, dissipation, fabrication, falsification، دي أكتر data management، دي الحاجات اللي إحنا هتلاقوا نفسكم بنستعملها فعلا كتير وهنتعرض لها. ويعني ايه autonomy ويعني ايه confidentiality، دي الterms اللي احنا فعلا هنستعملها كتير. طيب في بقى حاجة عايزة انا اقولها على الريسيرش، هسألكم كده واشوفكم
عارفين يعني ايه ريسيرش ولا لا. What is the definition of research؟ دكتورة ممكن اسأل حاجة بس حاجة؟ اتفضل. حضرتك بتعملي ايه في الاوتلايرز لما لما يكون عندك بحث وفي اوتلايرز مجموعه كده مثلا ولكن 20% من 100 من الاوتلايرز والداتا دي ممكن تبقى كريتيكال يعني ما ينفعش تتشال، بتحافظي عليها وتخليها في الداتا بتاعتك ولا ايه اللي بيحصل فيها؟ شور لازم تخليها يس لانك ممكن ترجع لها تاني. انت احيانا حضرتك ممكن من الداتا اللي انت شايف ان انت انها اكسترا داتا ومش عايز تعرضها دلوقتي تطلع منها بحث تاني. You got my point؟ بس انا قصدي في نفس البحث يعني ممكن نفس البحث يعني في حاجات بنشتغل فيها مثلا ممكن يعني بعمل prediction بس الاوتلايرز دي بتاثر طبعا على البريدكشنز بتاعتي بتاثر على الفورمولا او الموديل. لا you have to keep it at this condition. You have to keep it. تمام يا فندم. بص يا فندم you have to keep it. ما تعملش يعني اي ديتا حضرتك جمعتها لازم تحافظ عليها، ولو مش عايز تظهرها يعني keep it for that moment. لكن من الأمانة بما انه حضرتك جمعت ديتا الصح ان انت تعرضها كلها. هي بس احيانا بنقلق منها ان هي احيانا تبقى بنعتبرها نويز على اساس ان هي ممكن تبقى يعني داتا انتري دخلت غلط في. طب جمعتها ليه لما هي هتعمل لك هيدك جمعتها ليه؟ ما هي حضرتك مش دايما الشخص اللي بيعمل البحث او اللي بيشتغل في الداتا دي يكون هو اللي جمعها. لكن اغلب شغل الداتا او الداتا سورسز كلها موجوده على الانترنت. اوكي. فممكن حضرتك تلاقي فيها نويزز كتيره يعني ممكن في حاجات تبقى لا كويسة. انا في رايي انه الداتا اللي حضرتك مش واثق فيها وما فيهاش يعني accuracy it's better ان حضرتك مادام ما فيهاش accuracy وانت متاكد ان دي ما فيهاش accuracy الصح انك ما تعرضهاش. عارف ليه؟ لانه الريزلت دي في ناس كتير ممكن تاخد بيها وفي نفس الوقت انت مش متاكد من الاكيورسي بتاعها يبقى انا هاذي بيها بدل ما انفع بيها. ودي جزئيه مهمه بتبقى فيها نسبه اكيورسي عاليه بس زي ما بقول لحضرتك كده وارد جدا ان يحصل خطا يعني دايما حاجه الكمال لله سبحانه وتعالى. ايوه فدايما لا ممكن جدا على فكره ده بنقوله بقى فين؟ في حته في البحث بنقول عليها limitation of the study وده ان شاء الله هديه لكم في الريسيرش بروسيس المره الجايه. limitation of the study دي ممكن تشير فيها ان ممكن يبقى في حاجه missing وقعت يعني وقعت مني انا في الريزلت او كان المفروض انه الجنراليزابيلتي او انا مش هقدر اعمم النتائج دي على كل انه السامبل بتاعتي قليله في حاجه مش كل يعني اللي جمع الداتا مش شخص واحد ممكن يبقى ده في حد ذاته بنقول عليها انتريتال انريلايبيلتي. هي حضرتك بتظهر عندنا في الاكيورسي بتاعه الموديل اللي احنا بنشتغل عليه. انا بشتغل في الداتا دلوقتي ايوه فممكن الموديل نفسه يبقى الكفاءه بتاعته تبقى اقل شويه. طب واضح طبعا ان في اوتلايرز او ان الداتا مش كفايه يعني قصدي بيعمل كونفليكشن على الايه على الريزلتس بتاعتي. اكيد دكتوره أكيد. ممكن اقول كومنت بعد اذنك يا دكتور؟ اتفضل. هو الباشمهندس احمد بيتكلم من وجهه نظر البيج داتا الحديثه اللي هي داتا مثلا قدر يجمعها من على فيسبوك او تويتر عمل لها سكرابينج. وحضرتك بتتكلمي من وجهه نظر حد بيعمل ساينتفك ريسيرش مثلا طبي فلازم الداتا هنا تكون دقيقه بالظبط لكن هو فيها اكيورسي. ايوه طبعا بيتكلم في بيج داتا وهو بيعمل بيسكراب الداتا من على الويب سايت في داتا نون هوموجينوس في حاجات بتقع في النص في حاجات يعني فهو بيتكلم أيوة. نظر تانية غير حضرتك خالص يعني ايوه فهمت عليك. سؤال تاني بعد لانه في بعض الحاجات بتتجمع من خلال النت. بالظبط كده حاجات ما كده يعني في سيرفي ممكن ترميه في سيرفر بالزبط. تقول للناس يعني تبعت للناس انفيتيشن ان هم يملوه صح ولا غلط بالظبط او ان انا اشوف كومنتات الناس على مثلا التويتر بتاع ترامب وعندي هو غير كده غير كده يا محمد كمان غير كده انت عندك على الكلاودز دلوقتي كل الداتا يعني عندك السيرفيسز بتاعت جوجل دلوقتي في الكلاود ان انت بتعمل بتجيب الداتا سيت بتاعتك من على الكلاود وتعمل الموديل بتاعك وتعمله ديبلويمنت كل ده بيبقى على الكلاود فانت ما بتدخلش في الداتا خالص مجرد بتعمل انلايزنج ليها مش عارف. طيب من فضلك يا دكتور بالنسبه للجلاسوري ده يعني في فعلا شويه معلومات احنا محتاجينها يعني
المرجع نفسه كله اسمه ايه او كده؟ جلوسري. الجلوسري ده هبعت لكم الريفرنس. حاضر. تمام الله يبارك. زي ايه اللي انت الترم اللي عايز تعرفه؟ لا انا عايز المرجع كله لان انا متخصص في البروجكت مانجمنت وحضرتك تفرقت حاجات ناحيه الاسكس والكواليتي والاوديت فلقيته لا طلع انا درست حاجات كتيره ناحيه الموضوع ده. ده على فكره ده الفرشه زي ما انا بقول كده، لكن في حاجات من ده ما يبقى ليها هيتفرد لها محاضره لوحدها. تمام. طب حضرتك ان شاء الله ممكن تدينا المرجع نفسه؟ شور. حاضر. جزيلا شكرا يا دكتور. شور. طيب وانا حاولت اجمع من كذا حاجه. It's not from single part، لكن انا حاولت اجمع لكم من كذا حاجه الحاجات اللي هتبقى commonly used هنستخدمها في الـ في الـ في الماده يعني. لا واضح ان الماده يعني فعلا غير ما توقعنا، احنا توقعنا ماده نظري او ماده كده حشو. لا دي فعلا لا مش معايا علمي. مش مع دكتور عبير. انا ما عنديش حشو خالص. مشكوره جدا يا دكتوره. لا الواحد فعلا حاسس ان هو استفاد يعني. طيب أنا لو حد من الزملاء احنا فاتحين دلوقتي الكيو اند ايه يعني قبل ما الدكتوره تخش في موضوع جديد، لو حد عايز يفتح الميكروفون ويتكلم دلوقتي عشان بعد كده الدكتوره وهي بتسترسل هنقفل الميكروفون بحيث الناس لما تيجي التسجيل يبقى الكلام كونسيستنت ما فيهوش كيو اند ايه كتير. اتفضل. اوكي. هو انا لو في اي كويشنز، اني كويشن اور كونسيرن. طيب في حاجه اسمها في ملف تاني نفتحه يا دكتور؟ نعم. في ملف تاني نفتحه ولا نفس الملف ده؟ لا هو نفس الملف. انا بس بعد اذنك. هو نفس الملف. في حاجه اسمها discrimination. discrimination دي واحده من الحاجات. احنا لسه اي بي سي دي، احنا في الدي. حاولت احط الحاجات المهمه مش كله طبعا، في حاجات كتير قوي يعني مش هتحتاجوها، لكن انا حاولت احط what's related to the syllabus. يعني discrimination ان انت you treat people differently based on irrelevant characteristics. يعني انا ما ينفعش لو انا بشتغل مع طلبه اسمي مجموعه من الطلبه الفاشلين مثلا، انا بقول لك يعني، ومجموعه اقول دول الشاطرين الممتازين. ده discriminatory approach يعني سيء جدا. او افرق بقى in relation to gender، لا الولاد احسن من البنات. in relation to color ethnicity، بحث العلمي عشان يبقى ethical، يبقى you dealing with people fairly without any discrimination regardless لأي حاجة من اللي أنا قلتها دي. تمام. في حاجة عندنا كمان في البحث بنسميها double blind process used to prevent من مجلة انترناشونال. فالدبل بلايند ده بنعمل ايه؟ لما بيبعتونا كمحكمين معايا، اما بيبعتونا كمحكمين ما ببقاش عارفة انا بحكم لمين. باحث ولا هو يعرف مين بيحكم له، ومش انا بس، لا ده حد تاني، مش ريفيور واحد اللي بيقيم البحث، لا ده اتنين. فده بنسميه دبل بلايند. اوكي. في كمان حاجه اسمها مهمه قوي هقولها لكم، هقف عندها، اسمها دوبليكيت بابليكيشن او سنيكي بابليكيشن. ده مهم قوي اللي انا بقوله ده، ان حضرتك تبقى نشرت بحث في مجله مثلا كانت على المستوى الناشونال، وجيت قلت لا والله بقى ناشونال، ايه ده انا عايز انشرها انترناشونال. تبقى ناشر ناشونال وتروح ناشر انترناشونال، او تبقى وديت لمجله والاكسبتنس اتاخر عليك ما استنيتش رحت باعت لمجله تانية، يجوا الاثنين ينشروها. عشان كده بقى المجلات دلوقتي، المجلات الكبيره الكي 1 و 2 والحاجات السكوبس والكلام ده، بيخليك تعمل ايه؟ حاجه اسمها ديكليريشن ستيتمنت. اي ديكليرد ذات I did not publish with any other journal rather than your journal اللي هي اسمها blah blah blah. عشان avoid dual publication أو duplicate publication اللي بنقول عليها sneaky publication، ودي حاجة unethics
لأنك لو نشرت في الجورنال مش المفروض تنشر مرتين نفس البحث في مجلتين مختلفتين. الحاجة الوحيدة، لأنه أنا حضرت قبل كده مع حاجة اسمها الكروب أو الكوميتي أوف إيثكس إن ريسيرش على مستوى العالم، دي بتقولك الحاجة الوحيدة إن أنتم ممكن لو أنت عامل بحث باللغة العربية وعايز تترجمه إلى عدة لغات تقدر تترجمه وتنشره بقى انترناشونال في مجلة صينية، في مجلة انجليزي لو انت عامله بالعربي، لكن نفس البحث يتنشر في مجلتين this is not ethical at all. فهمنا يعني ايه double duplicate publication او sneaky او dual؟ تمام. طب معلش يا دكتور، هي ايه المشكلة ان البحث يتنشر في مكانين مع بعض اطلاقا؟ لا في مشكلة حضرتك، لانه احنا قلنا ان في حاجة اسمها copy right، حقوق النشر للمجلة اللي حضرتك بعت فيها، مش من حقك، مش من الصح ان انت تنشر في اكتر من مجلة، لانه ده اسمه ان انت كده بتجور على حقوق النشر بتاعت المجلة. هي عشان كده بتخليك تكتب دلوقتي declaration، يعني اقرار ان انت مش هتنشر ده في اي مكان تاني، او انت بعته وخدت موافقة عندها ما تبعتش تنشر في مكان تاني. ما ينفعش، ما ينفعش. طيب دكتور، نعم، لو انا مش ضامن لا you have to wait. يا اما تعمل حاجه تبعت تقول لهم kindly withdraw my paper، من فضلكم اسحبوها انا مش هنشرها خلاص، I will publish with another journal. ethically حضرتك تقول كده، هو عشان اللي بيحصل ان انا مش ضامن انهم عامل بيبر ومش ضامن انها دول هينشروها او في مجلة افضل من الثانية، وبعت لكله مثلا او بعت الاثنين وده او الاثنين وافقوا في نفس الوقت، ما كنتش ضامن انه لا، يبقى واحدة منهم لازم تبعت تقول لها please withdraw I don't like to continue، اشوف المجلة الافضل واقول للثانية مثلا خليك مع الافضل، والثانية بعت قول لهم ان انت عايز to withdraw paper بتاعتك. تمام، لانه من حق مجلة منهم تبعت للثانية يعملوا عليك freezing، يعني يوقفوا نشر البحث بتاعك هنا وهنا، انت هنا خسرت ده وده. فالصح ان انت تقول لهم انه kindly withdraw my paper from the publication in your journal, your respected journal. تمام. في حاجة بقى مهمة قوي بنسميها informed consent، يعني وثيقة او موافقة. لو انا هعمل بحث لطالب من الطلاب بتوعي لازم الدوحة مع البحث الهدف هيملى استمارة، هيملى استبيان معين، وانه الجريدز بتاعته will not be affected، ده خارج التقييم بتاعه، انت لدرجاتك هتزيد وهتقل ولا اي حاجة خالص. لكن انا كل اللي بأمله ان انت to participate وبعرفه الهدف، وده بسميه informed consent. بالنسبة لنا في مجال الطبي لو انا هعمل بحث استبيان حتى هملاه على المريض، بقول له رسالة إلى مثلا معرفة أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الضغط في الرجال، خلاص الهدف منها هو دوت. سوف هل هناك أي منافع؟ لا، الحقيقة إنه بس مجرد إن إحنا هيبقى فيه معلومات زيادة ونتعرف على أهم العوامل. لو افرض أنا هديله 10 جنيه ولا 50 جنيه حتى لو هو هيبقى في مكان ويجي لي، هقول له كده لازم من ضمن الأمانة هقول له ان انت هتاخد ريورد او نسميها مكافأة عينية او مالية قدرها كذا. ده لازم يتقال في وثيقة اعلام المريض على الدراسة او وثيقة المبحوث عموما، قد يكون طالب، قد يكون اولاد في ملاجئ، قد يكون عمال في مصانع، whoever لازم ياخد حاجة اسمها. طب هو ما بيعرفش يقرأ ويكتب، يبقى حضرتك هتقرها له وتخليه يبصم مثلا. لكن هل هذا ينطبق على الأطفال؟ لا، الأطفال احنا بنسميهم at risk group، لأنه الطفل الوالي عليه سواء كان الأب أو الأم، وانت هتخليه يملى استبيان أو هتعمل عليه دراسة، يبقى ولي الأمر لازم يعمل لك موافقة إعلام، يبقى فيه وثيقة إعلام وموافقة مستنيرة إن الطفل بتاعه يبقى في الدراسة بتاعتك. You got my point؟ ده مهم قوي اللي هي consent form. Error unintended adverse outcome أو mistake،
خطأ حصل ولكن غير مقصود. إيثيكال دايليما ما حدش فينا في حياتنا ما بيمرش بحتة الإيثيكال دايليما. It's a situation in which two or more potential action appear to be equally justifiable. يعني إيه؟ ساعات كتير جدا أقول إيه، أعمل ده ولا ما أعملش ده. طب لو أنا قلت للعيان مثلا، عيان عنده كانسر، لو أنا قلت له أنه عنده كانسر ممكن يدخل في اكتئاب شديد ويموت من زعله على نفسه، ولو ما قلتلوش أنه عنده كانسر مش هيوافق على أنه يعمل عملية ولا هيوافق على خطة العلاج. يبقى هنا أنا وقعت في دايليما ولا ما وقعتش؟ فده بنقول عليه ethical dilemma، لأنه ethically المريض لازم يعرف حالته. صحيح مش هوصلها له بالصورة القاتمة زي ما بتشوفه في الأفلام، للأسف قدامه شهرين ويموت، لا مش هوصل بهذه الصورة القاتمة، ولكن المريض من حقه يعرف عنده إيه. أوكي؟ لو هو unconscious يبقى أقرب أو الأقارب الدرجة الأولى، الإبن أو البنت أو الأخ، لازم يعرف حالته إيه. أوكي؟ يبقى دي عشان نبعد على حتة الإيثيكال دايليما. إيثيكال ريزنينج making decision in response to moral dilemma، باخد قرار الصح صح والخطأ خطأ، الحلال مبين والحرام مبين، وبينهما ايه؟ شطرين. فهنا بقى دي الإيثيكال ريزنينج. في حاجة اسمها exempt research، human subject research which is exempted from review by IRB. بعض الأبحاث لو أنا هملة استبيان وإنونيمس ما عليهوش أي أسماء ولا عليه أي معلومات من فوق تبين هوية المبحوث، هل ده لازم أعمل وثيقة إعلام مستنيرة؟ لا، ده مجرد استبيان. زي ساعات يجي لنا كده حاجات على النت يقول لي إيه please you are invited إن أنت تملى ده، لو أنت willing كمل الاستبيان وكمله، علما بأنه الأزمة غير مطلوب إن أنت تحط اسم ولا عنوان ولا أي حاجة تكشف هويتك. ده أقول عليه exempt research، يعني waived، مش مفروض إن أنا أعمل وثيقة إعلام ولا دخله حتى لجنة أخلاقيات بحث علمي، لأنه استبيان بسيط. لو أنا حد بيسألني على رأيك إيه في المشروب الفلاني ولا بتاع، هل لازم أحط اسمي؟ هل لازم أحط عنواني؟ أحط أنا متجوز ولا مش متجوز؟ لا. تمام؟ دي أقول عليه exempt research. Institutional Review Board حاجة اسمها إيه؟ عندنا هنا اسمها الأخلاقيات البحث العلمي. احنا عندنا في الكلية، انا كلية تمريض، فعش اي حد طالب دراسات عليا او دكتور في الكلية يعمل بحث من غير ما كل ورق البحث ده البروبوزل او المشروع والطول اللي هيستعملها ولو هيعمل تجربة ايه لازم يدخل في الاثيكس كوميتي to be approved ان هو يشتغل في هذه الدراسة. Why? To prevent any harm that can occur to the participant. مش حد كده كل واحد يجي ياخد عناد من المريض على ان هو بيعمل له حاجة كويسة وهو يبقى عايز عناد دم عشان يعمل بحث معين. ما ينفعش حد يجي يدي دواء لحد بيتجرب ويبقى مديله فكرة ان هو كده كويس يزيله العيان يموت. في حاجة اسمها ethics committee او لجان اخلاقيات للبحث العلمي. في امريكا اسمها institutional review board او IRB. وانا في الدكتوراه قعدت سنه كامله على ما خدت موافقه الاي ار بي اكس داتا، وكان حاجه كانت ايه ديسكريبتيف، يعني مش هعمل اي نوع من الانترفينشن مع المرضى ومع ذلك لازم موافقه اي ار بي. These are the most important يعني term that are we gonna use throughout the syllabus ان شاء الله. هفتح المجال لثلاث أسئلة وأعتقد أنا هقفل بالنهاردة بكده، مش هدي حاجة جديدة لأنه يوم الاثنين هناخد، وعايزة حضراتكم بعد إذنكم، عايزة حضراتكم في عندنا محاضرة اسمها Process of Research. أنا كنتش ناوية أديها خالص، بس لما جيت قعدت مع العشرين شخص اللي كانوا موجودين، بما انكم ما اخدتوش مقدمه في البحث العلمي فمش ممكن انا اتكلم على ethics وايه الكرايتيريا وايه الستاندر وايه البرنسبلز من غير ما تبقوا عارفين اصلا process of research ايه هي المراحل بتاعتها.
هنعمل المحاضرة الأولى المرة الجاية it's an overview about research methodology. اوكي اللي هي مقدمة في البحث العلمي، هديك overview بطانة حلوة كده وفرشة كبيرة من خلالها نقدر نعرف ايه البروسيس اوف ريسيرش وايه انواع الديزاين او التصميم الابحاث اشكالها ايه، تجريبي شبه تجريبي ديسكريبتيف وصفي. فده هقوله المره الجايه ان شاء الله يوم الاثنين من 4 ل 6 اللي هو ده ميعاد المحاضره باذن الله نبقى مع بعض. وبعدين هدخل في الكور بقى بتاعنا اللي هو الايثكس، ودي هي الموست امبورتنت تيرم ذات ار وي جونا يوز ديورينج الكورس ان شاء الله. اامل ان هم يفعلوا لكم الكود بتاعكم بتاع البورد، وبعد كده نعمل فصل افتراضي مش شرط نتقابل في المكان، هنعمل جوين سيشن وهتبقوا كلكم معايا في السيشن من خلال البلاك بورد بعد كده ان شاء الله. questions any questions any questions comments comment or questions كويسن يا دكتور. نعم كويسن يا دكتور. السلام عليكم. في حد عامل نويز جامده يا جماعه. السلام عليكم. طيب بعد اذنكم يا جماعه، بس اللي عايز يسال يرفع. سامعيني يا جماعه؟ سامعينك يا دكتور. بس ما يحصلش كونفليكت، احنا 38 واحد، فحد يرفع ايده وحضرتك تقولي فلان يتكلم. اوكي. في حد كاتب حاجه؟ اي سؤال اتفضل يا استاذ احمد. شايفه حد رفع ايده؟ هاي يا دكتور سلام عليكم. مش شايفه. تو بارتيسيبنت ريز ذا هاند. اوكي اتفضل. عليكم السلام. مين؟ ازي حضرتك؟ احمد اسماعيل يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا يا احمد. شكرا جزيلا شكرا جزيلا على مجهود حضرتك معانا يعني. يو ويلكم. شكرا. بستاذن حضرتك بس يا فندم، بالنسبه للميعاد بتاع الساعه 4 هو هيبقى صعب بالنسبه لي شويه يعني، انا كان مناسبني جدا الميعاد الاولاني، فهل ممكن الساعه 4 دي نخليها 5 او ممكن يعني نشتغل اونلاين اكتر؟ الحقيقه يعني ده مش سؤال في المحاضره. اتس ان بيرسونال ايشو. لا ده بره المحاضره. بالظبط. لا اتس ا بيرسونال ايشو يعني، تقدر حضرتك تكتب لي على الخاص رقمي عندكم، لكن تمام. انا بتكلم دلوقتي على المحاضره، هو ده الميعاد ذات ار سيتلد باي ذا فاكولتي، واعتقد ان هو يعني مع الماجوريتي اتس سيوتبل، لان انا بالنسبه لي كمان صعب قوي بعد كده. ولكن ان شاء الله لما البلاك بورد وكلكم تاخدوا الاكونت بتاعكم، تخصصي صحه ام وحديث الولاده ومدرب دوري محترف، ومينلي وعشقي هو ماده البحث العلمي، وكنت بدرس في الاف ال دي سي اللي هو مركز تنميه قدرات مهارات اعضاء التدريس جامعه القاهره، بدرس اساسيات البحث وبدرس ethics in research اللي احنا بندرسه لكم دلوقتي، و بدرس مادة لطلاب الدكتوراه عندي في الكلية محدش كتير بيديها، لأنه أنا درسها في أمريكا، اسمها Qualitative Research أو الأبحاث النوعية، ومحكم دولي في أكثر من مجلة دولية، وأنا Chief Editor أنا عندي في الكلية مجلة دولية اسمها Egyptian Nursing Journal، I'm the Chief Editor، وطبعاً أول مرة أدرس لكلية الإحصاء و very happy لأنه بعدت شوية عن طلاب التمريض. فندم احنا سعيدين بمعرفة حضرتك يعني. ربنا يخليك. ودرست الكلية التجارة مادة اسمها Public Health في جورجيا، برنامج جورجيا، وسعيدة ان انا ابقى معاكم، واتمنى ان انتوا المادة ما تبقاش دسمة. It's very interesting. Mainly شغلكم ان شاء الله، واتمنى ان انتوا تستفيدوا، وانا بحب قوي الانتراكشن بيني وبين الكانديدت اللي معايا. دي دكتور عبير. دكتور عبير بقى الام عندي ولد وبنت على الجانب الانساني. شاكرين جدا يا فندم وسعيدين بلقاء حضرتك. ربنا يخليك وان شاء الله نلتقي على خير. مبدئيا هنتقابل يوم الاثنين لغايه ما الدنيا تتظبط ونشوف الكليه هتقول ايه، وانا معاكم either this or this. تمام تمام يا دكتور. Have a nice weekend. ميرسي جدا لحضرتك يا فندم. تسلمي. تصبح على الف خير. مع السلامه. اوكي مع الف سلامه. باي باي. مع السلامه. شباب خلينا بس دينا دقيقه مع بعض عشان قصه
بتاعت المواعيد.